بتتسجل يعني، تبقى الحلقة مباشر على الهوا، ويقول لك أصل برنامج استفتونك والشيخ عصام تليمة البرنامج بقى مسجل. هيبقى مسجل، هو لا بقول لك ده مسجل وبيسجلوا الحلقات هيبقى وبتاع مسجل. والكلام. ها ها طيب طول ما احنا هوا يعني عايزين بنقول له احنا لا هوا بقول لك هيبقى مسجل، مسجلين يعني يعني. بقول ان البرنامج هيبقى مسجل. ايوه ودي نخعة عاملها مختار نوح مش احمد موسى بالمناسبة، ما هو اللي بدأها يعني. يعني هو مختار نوح مش عارفين، مش عارف واحد ينجس الحلقة بذكر اسمه واسم احمد موسى بعد ما نجسناها بشوقي اعدام. مختار نوح فابريك كده بوست واني اصل مكملين يعني بتفلس وهتقفل وجدولة الامر هيبقى برنامج عصام تليمة مسجل يعني. ايوه طيب يعني هي الازمة في ان برنامج مسجل وبرنامج مش محتاج يتسجل ولا يبقى، واصلا اتصالات طبيعي وتفاعلي رقم نعم. واحد يعني. اتنين هي في النهاية اسئلة واجابة يعني، تمام فالناس سواء سجلنا او مسجلناش هو بيتكلم في ان هنحقق ده، هدفنا ان شاء لا الله. هو بيتكلم في ان ده في اطار ان ايه احنا ناويين ان احنا هنقفل يعني. ايوه لا انا احب اطمنه يعني ايوه اقول له يعني وعد مني انا شخصيا يعني ما تنساش ان اذا انت النهارده في قناه اسمها مكملين فيها كل هذه الكوكبه، فاذا كان في اقدار الله اغلاق مكملين فمعناه ان هيبقى عندك قناه اسمها محمد ناصر، في قناه اسمها حمزه زوبع، قناه اسمها احمد سمير، قناه اسمها عصام تليمه، قناه اسمها احمد العربي، قناه اسمها قبه الاسماء حفظ القاب الجميع يعني. تمام فزي بالعربي كده زي لما يعني هم كانوا يعني ضاجرين ومتضايقين من 10 دقايق كنت بطلعهم في الاسبوع في الجزيره، ايوه صحيح خلاص جيت اسطنبول بقيت يوميا في وشهم وفي الجزيره برضه منكد عليهم انت يا شيخ. فهم لا لا طيب احنا مش عايزين ناخد وقت مش على البرنامج وقت ووقت البرنامج، الناس. هي القصه ان الناس للاسف لا بتمارس اعلام طبعا ولا بتمارس رساله، هو يقعد ينخع. وانا بستغرب يعني واحد زي مختار نوح او محتار نخنوخ زي ما يكون اسمه، اتعجب يعني لماذا يفتري الكذب دائما. أيوة. يعني انت راجل محامي والله ما عارف، نفسي نفسي فعلا اسأله السؤال ده وجها لوجه لا ويواجهني كده انا ويجاوبني انا ويقول لي كلام مقنع. انا مره يعني انا بصراحه نفسي اعرف ده كان في الاخوان، هما الاخوان بتعمل فيهم ايه يعني بجد والله يعني بيطلعوا بالعينات اللي بالشكل ده يعني. الواحد شاف اخوان كتير وشاف اخوان ثابت الاخوان وشاف اخوان فضلت في الاخوان وشاف ناس في الاخوان مش كويسه برضه ماشي مش ازمه، بس مش بهذا الاسلوب في الافتراء والكذب. وبعدين قاعد في هذا السن بقيلك ايه تمام انت فوق الستين ورجلك والقبر يعني ماذا ستقول لربك هينفعك سيسي. انا ليه يعني بستشهد بنقطه مهمه عشان مختار، لان في يوم لما اتحكم على ناس بالاعدام طالع يعني يدافع ويقول لك عشان تعرفوا الاحكام والظلم، ما ها انتوا باصين على 12 واحد اتشنقوا، ما في 20 واحد واخدين مؤبد، في 30 واحد واخدين 15 سنه صحيح يعني ده كلها حادثة قتل واحد بس. والله يعني انت عايز تبرر لي شنق واعدام شباب؟ طب ده لو ابنك اللي اتشنق والظلم كنت هتطلع تقول الكلمتين دول؟ لا طبعا. فللاسف يعني هذه العينات من الناس حسابها عند الله عسير وعند التاريخ. يا رب التاريخ لن ينسى هؤلاء. لا لا ينسى. تمام. الناس مش ناسية إبراهيم الهلباوي. والله صح. اللي هو المحامي اللي دافع عن الإنجليز في حادث الدنشوية وجاب إعدام لمصريين شرفاء. مظبوط. ما تنساش. ولن ينسى مختار نوح ولن ينسى ثروة الخرباوي ولن ينسى هؤلاء ولا غيرهم يعني. تمام يا شيخنا جزاكم الله خيرا.